هذه الصيغة من العزاء أفضل صيغة، أفضل من قول بعض الناس أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لمجتك. هذه صيغة اختارها بعض العلماء، لكن الصيغة التي اختارها الرسول عليه الصلاة والسلام اصبر واحتسب لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، هذه إذا سمعها المصاب اقتنع أكثر.